أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأهل بيته وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين، وعافية في الجسد، وزيادة في العلم، وبركة في الرزق، وتوبة قبل الموت، ورحمة عند الموت، ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت، والنجاة من النار، والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أهدنا بالإيمان، وأمنا بالإيمان، وأدخل الجنة مع الإيمان. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهتم لنا بحسن الخاتمة، ولا تهتم علينا يا الله بسوء الخاتمة. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.